تصنيع الغلال في البحيرة كان بدأ 20/4. النهاردة احنا نعتبر في خلاص الأيام الأخيرة من الموسم، كنا جايين نطمن على الحركة بتاعت التوريد وانتظام التوريد داخل المحافظة. المحافظة حتى الآن مجمع حوالي 286,000 طن، المنتج عظيم جدا الحمد لله، وافر بكتير يعني بحجم أكبر من السنة اللي فاتت، ونوعية محترمة جدا، الشكل العام مميز. الكلام ده بننظم دلوقتي نفسنا سواء في الشوان أو في الصوامع. احنا عارفين ان محافظة البحيرة فيها 6 صوامع ب42 خلية، وعارفين ان فيها حوالي 31 شونة. كل ده الحمد لله عندنا تم تعبئته يعني، والدنيا ماشية مظبوط. كنا بنتأكد النهاردة بس من الحركة، وبدأنا نطلع ليه المطاحن غلال من عندنا هنا. يمكن حضرتك شفت النهارده بدء تحريك القمح مننا للمحافظات المجاوره. في عندنا حوالي 6 محافظات مجاوره بنبعت لها قمح من عندنا. الامور بتسير على ما يرام، وزي ما انت شايف حضرتك انتظام الحركه، وان شاء الله ربنا يتمم الموسم على خير.